أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر ولتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ليجزي قوما بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم.